ترى غلط جلوس الهيئه مع الانديه. غلط غلط. ليش؟ انا اقول كاستشاره طب اوكي، كقرار لا. ليش؟ لان هذا الدور منوط بالاتحادات. الاتحادات هي الاهم. عرفت؟ انا ما قاعد مع اتحاد القدم اصب كل احتراف الجزئي والله كره القدم عند عبد الله عشان يضبط لاعبين 40. اوكي عبد الله عنده لاعبين قادسيه، عنده 30 لاعبين، 20 واحد منتخبات الكويت العب. المفروض منو اللي يقعد؟ المفروض الاتحادات. الاتحادات المدربين والمدربين بالاتحادات. الاتحادات بالتنسيق مع الهيئه، الهيئه تعطي الدور الاتحادات، الاتحادات تقوم بدراسه كل واحد لعبته. خليني اقول لك على سبيل المثال، القادسيه من اهم الالعاب عندنا على مستوى الكويت كلها، العاب القوه. عندنا ابطال تو واحد في بطل في القادسيه 400 متر تاهل، حد يدري عنه؟ تدري شنو انت عندك لاعب تاهل 400 متر؟ على مستوى العالم كله عندك 28 لاعب، فيهم واحد كويتي. ليش تتكلم عن العالم؟ هذا لعبه مهمه. على السباحه، نادي كاظم عنده ابطال في السباحه في المراحل السنيه. هل انا اجي ارسم نادي كاظم على لعبه السله ولا اليد واترك اللاعبين السباحه؟ لذلك انت تتكلم عن منظومه دوله في دعم الرياضه، صح ولا لا؟ دور الهيئه تقعد مع اتحادات، الانديه بعيده الا بدور واحد، تاخذ رايهم كاستشاره بصفتهم رؤساء انديه، يمكن لهم وجهه نظر، لكن القرار والدراسه تتم فقط بين الهيئه العامه للرياضه والاتحادات. ممتاز.